النبي يا اخويا انا قلت برضو هتدورها في نافوخك وهتيجي. اوعى تفتكر ان مجيتي دي فيها حاجه ممكن تضر جابر او اي حد يخصه. كفالنا الشر، هو احنا في حاجه وحشه من ناحيتنا ناحيته؟ ما تقولش كده. خش خش. ها ايه اللي جابك؟ انتي قلتيلي كده انك ممكن تلاقي اشجان وتجس نبضها من ناحيتي. طبعا واجيب لك اخرها كمان، ما انا عارفه انك بتحبها. عشان كده انا جيتلك. يا سلام يا حنين، من عينيا الاتنين يا اخويا. اديني بس العنوان الاول وانا هظبط لك الدنيا على الاخر، ولا تحب تيجي معايا؟ لا مش هينفع، انا عندي مشوار كده. اصل هيما بعت لام واخواته قرشين حسب اللوم ادهولهم. الا بالحق، الواد هيما اخباره ايه وفين اراضيه؟ مرتاح، مرتاح اكتر مننا. ولا يهمك يا اخويا، انا بقى هريحك اخر راحه. اعوذ بالله، انا ناقصك. ايه ناقصك دي؟ وانا قلت حاجه غلط ولا عيب؟ بقولك ايه، انا هسافر السفريه دي وارجع لك تديني المفيد. اعتبره حصل.